بعث الاستثمار وتعزيز قدرات الصمود الاقتصادي مع استكمال وإطلاق مشاريع استراتيجية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، أبرز ما حمله بيان السياسة العامة في شقه الاقتصادي الذي عرضه الوزير الأول أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان. الوزير الأول وبلغة الأرقام أكد أن الوضعية المالية للبلاد سجلت معطيات إيجابية. عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيبلغ نهاية 23 5.3% إن شاء الله، في حين سيبلغ معدل النمو خارج المحروقات نسبة 4.9% مقابل نسبة 4.3% سنة 22. علاوة على ذلك وعلى الرغم من تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، فقد استمرت احتياطات الصرف الارتفاع هذه السنة لتصل مع نهاية السنة إلى حوالي 85 مليار دولار باعتبار احتياطيات الذهب. الوزير الأول أوضح خلال عرضه أيضاً أنه بالرغم من الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن استقرار الوضعية المالية للجزائر سمحت بدفع الحركية التنموية وإنعاش الاقتصاد الوطني، ما انعكس إيجاباً على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن. وضعت الحكومة ضمن أولوياتها ونصب عينيها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم. ارتفع مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة من 2536 مليار في سنة 2022 إلى 2714 مليار دينار جزائري سنة 23، أي بزيادة تقدر ب 178 مليار دينار جزائري. من جانبهم نواب المجلس الشعبي الوطني ثمنوا الإنجازات الاقتصادية المحققة والتي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة، مع الدعوة إلى تدارك النقائص المسجلة. بغض النظر عما جاء من إيجابيات، صحيح هناك جهود ربما بذلت في بعض القطاعات، جهود معتبرة ومقدرة ونثمنها، ولكن ما زال أمام الحكومة مجهودات أخرى ينبغي أن تبذلها. مجهود الحكومة والنتائج المحققة في الميدان لا ينكرها إلا جاحد، ولكن يبقى الجزائر يأمل أكثر. بيان السياسة العامة للحكومة وإنعكس ما تحقق من المقاربة الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر، إلا أنه يجدد التزام الحكومة بتحسين المؤشرات الاقتصادية للبلاد في ظل سياق عالمي صعب.